اهلا بكم من جديد متابعينا في كل مكان. اولى فقراتنا هذا الصباح من صباحات السودانيه، فقره لمن يهمه الامر. يمكن في الفتره الاخيره المجاعه الحاصله في جنوب السودان والاوضاع الاقتصاديه السيئه جدا قادت الناس في شمال السودان البلد الشقيق بالتاكيد، لانه تقيم عديد من المبادرات وعديد من الوقفات عشان ما نقف مع اخواننا وهنا في جنوب السودان. دور النفير والمبادرات الشبابيه في حل الازمات وتنميه المجتمع بالتأكيد موضوع مهم جدا. أسعد جدا بترحيب بضيفي هذا الصباح الأستاذ أحمد سنهوري، عضو لجنة تنسيقية لنفير جنوب السودان. مرحبا بك. صباح النور. صباح الخير عليك وصباح الخير على السودانية 24. بداية عايزين نتعرف على فكرة المبادرة. فكرة المبادرة أنا بالنسبة لي شخصيا أنا شفت بوست من زميلة معاني اسمها عليا، كان نشرته في جروب متطوعين نفير، حملة نفير اللي هي كانت بدت في 2013. لكن هو قبل الإعلام بتاع الفكرة بتاعت المبادرة ذاتها هو أصلاً كان في شبه تفاعل جمعي، بس هو ما منظم، يعني كل الناس في الفيس أو في كل الوسائط كانوا بينزلوا بوستات عن الخبر بتاع المجاعة، كانوا بيتكلموا عن كيف إحنا ممكن نساعد، بس ما كان في إطار معين هو جمع الناس دي كلهم. فالبوست ده هو كان إنه يا اخوان احنا عايزين نتخرج، عايزين نتحرك، نعمل حاجه، عايزين نساعد. فبعد ذاك هو تقريبا هو كان النواه الاولى للمبادره. طيب فعملت شنو يعني الان من خطط او من اهداف عشان بدها تتحقق في سعي المبادره؟ اول خطوه هي كانت عملناها كان يوم 23 فبراير، اجتمعنا في دار الخريجين، كان هو اول اجتماع للناس اللي عايزين يتطوعوا في المبادره. من خلال الاجتماع شكلت 5 لجان، لجنة إعلامية ولجنة طبية ولجنة بتاعت شؤون المتطوعين ولجنة بتاعت مالية ولجنة بتاعت تنسيقية. وجدنا رعاية كريمة من منظمة مجددون اللي هي وفرت لنا المقر. حاليا المقر بتاعنا في منظمة مجددون، وفتحنا الباب بتاع استقبال التبرعات العينية. والحمد لله هذه بدينا، يعني بدينا من مباهنا نستقبل في التبرعات العينيه. طيب عملتوا اعلان على فيسبوك على تويتر على فيسبوك على تويتر، شكل التواصل كان كيف والاعلان؟ والله احنا حاليا لين اسبوع الصفحه على الفيسبوك في اكثر يعني قرابه ال 2000 شخص، تويتر برضو تقريبا نفس العدد، في كميه كبيره جدا جدا من مبادرات ومنظمات بتنسق معنا وبيتواصل معنا وبرضو حيقدموا حاجات من خلالنا. ده غير انه في ناس كتار برضه خارج السودان برضه هم مهتمين جدا جدا بالحاجه دي، لانها هي حاجه كبيره جدا جدا، وتقريبا يعني ما في حاجه اكبر منه زي ممكن يكون يعني حيموت صحيح. من الجوع. صحيح. طيب نحن نستاذنك، عندنا تقرير نتابع هذا التقرير حول سعي الشباب في هذا النفير، من ثم لكم من جديد. من مبادرة نفير جنوب السودان حسيت انه انا ممكن اقدم حاجة للمبادرة دي عن طريق انه انا اتطوع معهم في فريق العمل الميداني، وسمعت بالمبادرة دي عن طريق واحد صاحبي، فهو اتصل علي فقام قال لي انه انا اجيهم هنا في مجددون، فركبت جيتهم هنا، فبعد ذلك عرفت عن المبادرة وعرفت كيف انا ممكن اساعدهم. حساعدهم عن طريق انه انا متطوع في فريق العمل الميداني، ونحن بنوصل لهم المعينات عن طريق بتعاون مع منظمات تانية من السودان هنا ومن جنوب السودان برضو. ببساطة يعني في ناس قاعد تموت، ده دي أكتر دي القضية الأساسية في أي حاجة حق الحياة. الموضوع أي زول في الدنيا أنت عرفت أنه عنده إشكالية ما لاقي يأكل، تخيل لي ما في قضية أولى من كده، ولا في أبدا مهما كانت أفكارك أيا كانت قضاياك أيا كان أولوياتك في حياتك أيا كان الحاجة اللي بتعملها في اللحظة المعينة، لما تعرف إنه في بني آدم على وجه الأرض قاعد يموت جوعا أنت لازم حتتحرك. ده السبب الأساسي. لقيت منشور وكنت متفاعل شديد لأني سمعت إنه الجنوب كان متأثر وفي أزمات حاصلة وفي موت يمكن حاصل، فتحركت. بعد ما لقيت المنشور يمكن في نفس اليوم كان في اجتماع في دار خريجين جامعة الخرطوم، فتحركنا واجتمعنا، يعني لقيت ما شاء الله كان في تفاعل شديد من الشباب وكان في حراك، يعني الناس بعد ذا قررت انه شنو تعمل مجموعة بتاعت نفير دي كبداية، ونحاول نجمع تبرعات عينية عشان نقدر نساعد بها اخواننا في الجنوب. وحاليا يعني بدينا فعليا انه نتحرك، يعني تحركنا تحرك فعلي عشان نقدر نجمع تبرعاتنا العينية، وحاليا بدينا يعني ما شاء الله الحمد لله وتوفيق من الله
ماشيين كويس يعني. عايز اقول انه نحن الان مقرنا في منظمه مجددون في بر المعرض. احنا بدينا فعليا في استلام التبرعات العينيه، وبرضه في لاحقا حيكون في استلام تبرعات ماليه حيتم الاعلان عنه في صفحتنا على الفيسبوك. يا ريت كل الناس، احنا محتاجين متطوعين ومحتاجين انه الناس تشير معانا القضيه وتهتم بها وتديها وزنها الحقيقي. محتاجين زي ما قالت الأخت في الفيديو إنه تشير معهم القضية، ومحتاجين للنفير إنه يتوسع، لكن في الأشياء الثانية على أرض الواقع محتاجين شنو فيما يخص الجانب المادي والجانب العيني والأشياء المختلفة يعني؟ إحنا حاليا بنستقبل المساعدات العينية، دقيق، سكر، شعيرية كده. لاحقا في الأيام الجاية نفتح الباب بتاع التبرعات المادية عبر حساب، بس الحقيقة ده عايزين نضبطها بشكل معين بعد ذلك نكون نتحرك فيها. طيب الخطوات اللي عملتوها شنو عشان ما تصلوا للأشياء دي؟ هو حاليا لجنة العلاقات الخارجية شغالة، إن هي بتنسق مع عدد من المنظمات اللي هي عندها خبرة في الشأن بتاع الوصول. إحنا عندنا أكبر مشكلة هي الطريقة بتاعت الوصول ذاتها حتكون كيف، وإحنا أصلا لحد الآن إحنا مبادرة، فحنحتاج لمنظمه معينه هي يكون عندها الغطاء القانوني، هي تكون عندها شنو تقدر تتحرك، احنا نقدر نتحرك من خلالها نفسها. طيب زي ما ذكرت انه في جمعيات حتكون مساهمه معاكم. أيوة. الجمعيات دي شكل الدعم اللي عاوزينه انتم زي ما قلت انه هي تساعدكم في طريقه ايصال المبادره بشكلها القانوني والشكل السليم. نعم. طيب شنو برضو المحتاجين من المنظمات دي ثاني؟ والله اي حاجه ممكن يقدموها في نفس السياق ده، ممكن يكون عن طريق التنسيق معنا وممكن تكون عبرنا احنا مباشره، اللي هي نفس الحاجات انا ذكرتها قبل شويه. طيب ده بمشي معك لحته ثانيه، هل في فعلا في وعي من الشباب في المبادره بانه لابد انه المبادره دي تمشي في الطريق الصحيح بالشكل السليم عشان ما تكون في اي منعرجات اخرى؟ هل في فعلا وعي كامل عند الشباب؟ اكيد اكيد. هو اي زول يعني بيطلع بيكون جاي للمبادره بيكون خاطي في راسه انه هو عايز يتطوع، بيكون عنده وعي مسبق بالحاجه دي، بيكون عنده معرفه كامله باهميه التطوع، بيكون عنده فكره مسبقه انه هو عايز يقدم شنو، والحاجه الاهم اللي بيكون عنده هو بيكون عارف الناس هي محتاجه لشنو. طيب عدد الشباب اللي عندكم كم الان في المبادره دي؟ والله يفوق ال 300 شاب. معظمهم عندهم خبره في العمل الطوعي، هم كانوا في مبادرات سابقه، والبعض الاخر هو يا دوب بادي بالطوع، وكلهم شغالين طبعا. الناس تداعت وتكاثرت من خلال الفيسبوك والاشياء المختلفه. أيوة. وحتى الرسائل اللي حتى الان بتصل في الصفحه انه الناس انتم محتاجين لشنو، احنا محتاجين لشنو كده. طيب في برضه يعني الناس بيقول لك والله كثر انه يا اخي دور المبادرات اللي زي دي بتسهم في شكل كبير انه تعيد للمجتمع ثقافه النفير، والناس بتقف مع بعض وتسند بعض. اكيد. انتوا فعلا هل حاسين انه والله الحاجه دي فعلا يعني هتساهم في انه تنمو المجتمع من جديد، انه تعيدوا الافكار دي من جديد؟ والله هي الفكره بتاعت النفير هي موجوده اصلا في عمق الثقافه السودانيه من زمان، في الحصاد، في المناسبات بتاعت الافراح، في الاطراح، في كده. في 2013 نتخيلي كان اول يعني اطار هو جاء لنفير ان هي اثرت الحياه دي في شكل منظم شويه. هي الفكره هي موجوده في كل الشعب السوداني بشكل عفوي جدا جدا الحمد لله. طيب عملتوا اي اتصالات في جنوب السودان هناك في مناطق متضرره وفعلا هي محتاجه الان للمساعدات وكذا، عندكم اتصال او بيانات لاشياء معينه؟ هو هنا في قسم من شباب من جنوب السودان هم شغالين معنا بنسقوا معنا برضو وبيمدونا بالمعلومات، وهم ذاتهم هم اللي بيحددوا لنا الحوجات وبيحددوا لنا المناطق المتاثره اكثر. هو حاليا في 4.9 مليون دين هم بيعانوا من سوء التغذيه، ممكن يصلوا ل 5.5 مليون في شهر ابريل الجاي، ده حسب تقارير المنظمات اللي هي موجوده هناك حاليا. يمكن برضه فاز الصباح يعني ولايه شرق دارفور اعلنت انه العدد ال 43,000 نازح هو فوق النسبه بتاعت الاستيعاب بالنسبه للولايه. أيوة. النقاط بتاعت التماس والحدود دي انتم في برضه في تواصل بيناتكم مع ناس هناك معينين؟ ايوه في تواصل، والحقيقه الناس اللي ما عارفه انه حاليا داخل الخرطوم في معسكرين او ثلاثه بتاعت نازحين في الجنوب، واحد في جبل اولياء وواحد في الحاج يوسف. طيب خدتين زمن محدد في انه تصل فيه المساعدات دي للمناطق دي ولا لسه؟ والله لسه ما اخذت الخطه الزمنيه، احنا حنصل لكن احنا حنبدا من هنا وحنبدا نتغلغل لحد ما نصل للعاليه اللي احنا نصل بها لجوا.
دي اللي حتكون الطريقه بتاعتنا اننا نوصل حاجات المساعدات للناس اللي محتاجين لها. طيب في حاجات ثانيه انتم مخططين لها انه بتسعوا من خلال لحل حاله المشاكل دي؟ في حاجات ثانيه مخططين لها في الاطار العام ولا لسه؟ زي شنو مثلا؟ يعني عندكم مفكرين تودوا اشياء طبيه، اشياء صحيه ممكن تكون برضو مساعده في الحاجات دي؟ ايوه انا ذكرت لك قبل انه من ضمن اللجان اللي تشكلت في اللجنه الطبيه، فهي اللجنه الطبيه دي هي اللي بتبحث. كده عرفنا على اللجان دي كلها، اللجنه الطبيه، في اللجنه الطبيه، في اللجنه الاعلاميه، في لجنه شؤون المتطوعين، في اللجنه الماليه، دي اللجان الموجوده. ثلاثه لجان؟ لا دي اربعه. تمام، شكرا لك جزيلا احمد سنهور عضو لجنه الصغيره النفير جنوب السودان، كنت معنا الصباح. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا الكرام، نلتقي عقب الفاصل.